خلي اسمعك اغنيه، راح اسمعك اغنيه بعد ما اعرف البث يصير نسمعها يعني يبثوها او ما يبثوها، ما اعرف حسب. ايش تتوقع الاغنيه المن؟ غير اسمعها اول شيء. ايش تتوقع كلامها؟ سمعت الكلام؟ ايه. هذا بعد ما ادري يعني ولا ما ينبث ما اعرف، يجوز نخلي عليه، بس انت سمعته راح اخذ تعليقك. تغني هيجي؟ لا، وانا سبق وانا قلت لك على نفس هيجي. ايه نعم، ما اقدر اغني. احنا كنا عندنا امهات، عندنا خوات، عندنا اطفال. يعني اليوم ما بتك على ما اعتقد واظن الله يخليها بيدها موبايل وبيدها ايباد وتقلب وتشوف لما تطلع لها هيك اغاني، صح؟ صحيح. ولما تطلع عني اغاني الاولاد عمامي واولاد اخويا واولاد كذا، تطلع لهم هيك اغنيه وهيك كلام. هذا على من ما تقدر تمنع هذا اذا كان وحده، يعني ترى هو يصير فضول، يعني مو بس الاغاني، يعني انت جبت عن طريق التليفون والنت وهالمواضيع، اكو شغلات هاي تتغنى باماكن عامه. اعرف ايه، لا بس حسب الناس اللي قاعد، يعني انا مثلا لما اخذ عائلته قاعد بمكان راقي وصعد فنان يغني هذا الكلام، وانا ما اتقبل، يعني اخذ عائلته واطلع له، انا اوجه لصاحب المكان اقول له غلط، بس اذا كان بالليل الناس تتقبل هذا الشيء يعني. زين خلاص سمعك اغنيه له. فهد هاي هم ما تقدر راح تنعرض ولا نخلي عليها؟ افضل تنعرض؟ افضل لا، افضل لا يعني ما تنعرض، يعني غير قابله للعرض. اي لقاء محترم مثل قناتكم و تمام. اي ما تقبل اكيد يعني والله. ترفض؟ اي مو حلوه. اي اي ليش ما تعلمهم؟ مو صغار حتى اعلمهم انا، يعني هم يعرفون هذا خطا وعرفوا انتقادات العالم من السوشيال ميديا واستدعتهم ناس يعني ما اعرف منو قال لهم هذا الشيء غلط، هم يحسبونه ترند يعني او فت شهره يعني. انت ترند؟ هذا مو انا قيم نفسي، الناس تقيمني، انا حاليا لا مو ترند يعني. انت نجم خط اول؟ لا لا لا، هسه من مطلوب بالقاعات بالحفلات نجم أكو خط أكو اول. اكو 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 افضل من عندي، واكو خطوط اولى بهواي يعني. ايه. ما تقبل على الاغنيه تنبث بالحلقه؟ هيك اغاني؟ اي لا صعبه. اي مو حلوه يعني، لان انت انت ستيل سوت سهلت الامر يعني. اي خليت الناس اللي تتابع الحلقه الثانيه انه راح تسمعها الاغنيه، فليش يعني تنحسب عليها؟